واحد يقول انت تلطم على البوسنة او على فلسطين او على شيء. هذه الجدلية في الواقع لازم احنا بعد نسمع الكبار وش يقولوا. الكبار ما منعوا، مجموعة من فقهاء لما سئلوا ما منعوا التطرق للأمور السياسية والاجتماعية التي لها ربط بالدين، فإن المنبر هو منبر أهل البيت ومنبر الدين، فيمكن أن نتكلم. الذي يلطم يلطم على الحسين، حتى اللي ما يفهم الكلمات يقول ألطم على الحسين، فما في ربط بين الكلمات المقروءة أو اللطم. يقول أنا ألطم على الحسين ما أدري وش يقول. فالذي يلطم على الحسين هذا شعار أو هذا شعيرة مارسها. تبقى عندنا يعني الأمر مفتوح، لا مو مفتوح مطلقا، يعني لابد أن تكون القضايا المثارة تتناسب مع واقع العزاء وهيبته. بمعنى يعني يوم احنا صغار كان يقولون الناس شالوا أيام حركة تعرفون البحرين قبل الثورة خبصة، فمن ضمن العزاء الغلاء، من أين جاءنا الغلاء؟ موضوع الغلاء صار هذا مو مناسب. أحد مشايخ إحدى البلدان سامي غير البحرين يقول لما صارت عندهم سوق الأسهم وطاحت وده مقطع عن الأسهم مو مكانه. إحنا في البحرين صاعدنا مثلا تجارات وهمية، تتخيل جي واحد يتكلم عن تجارة وده صدر هذا وقته. مثلا عندنا مشكلة الطلاق وأسبابها والعدالة الفلكية، يجي واحد يتكلم عن الطلاق والناس تطلب صدر، هذا مو مناسب. إذا نحن لابد أن تكون يعني القضايا التي تثار أن لا تخرج عن سياق العزاء بنحو توهنا. هذا يمكن أن نذكره سريعا.